وحول الموضوع ينضم إلينا المحامي نديم مصري، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية. أهلا وسهلا بك سيد نديم. مساء الخير لكم المشاهدين. نعم، بداية، ما هي تخوفاتكم أنتم في لجنة أولياء الأمور، التخوفات الأساسية يعني مع افتتاح الفصل الدراسي يوم الأحد في ظل هذا الانتشار الكبير والواسع لأوميكرون؟ لا شك أن هناك تخوفات وتحديات كبيرة لدى الأهل والطلاب والهيئات التدريسية، ولكن أنا أعتقد هو ضبابية وتضارب في الآراء ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة يثير البلبلة والتخوف الأكثر لدى الأهل والطلاب، وبالذات انعدام وجود منظومة ثابتة ومفهومة ومبسطة لدى الأهل، هذا يدخلهم في بلبلة وارتباك. ونحن نرى يعني قبل يوم يومين كانت هناك انطلاق في منظومة أو برنامج للفحوصات الأنتيجين من داخل المدارس من قبل أمناء الكورونا في المدارس، وكذلك استمرار التطعيمات من قبل حتى 15 واحد من قبل وزارة الصحة من المدارس. ونرى يعني اليوم التضارب بالآراء وبالذات وزيرة التربية ضد قرارات وزارة الصحة، أعتقد هذا يثير أكثر بلبلة وارتباك لدى الأهل. نعم، بالفعل رأينا هذه البلبلة وهذا التضارب بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. أيضا يعني وزيرة التربية والتعليم شاشة بيتون قررت إلغاء خطة الشارة المرورية داخل المدارس، هل أنتم مع هذه الخطوة أم ماذا؟ نحن مع إلغاء هذه الشارة من داخل المدارس، يعني هذا مجحف وغير منطقي أن نربط افتتاح المدارس أو التعليم الوجاهي من داخل المدارس بتصنيف البلدي، ونحن نرى بأن هناك بلدان تم تصنيفها بالبرتقالي أو الأحمر، وبسبب تصنيف البلدي نفسها كبرتقالي أو أحمر يجب التعلم عن بعد. ونحن نعلم بأن هذا مجحف بحق الطلاب. نعم، يعني كنت أود أن أسأل حول هل إذا كنتم على استعداد للعودة للتعلم عن بعد، وبما أنك ذكرت موضوع الفحوصات والتطعيمات، ما هي نسبة الذين تلقوا التطعيمات في البلدات العربية داخل المدارس؟ يعني نحن نعلم أن نسبة التطعيمات في الوسط العربي بالمجتمع العربي هي منخفضة، وبالذات إذا بدنا نشوف إحنا نسبة التطعيمات بالفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة هي تتراوح بين 6% حتى الآن، ومن جيل 12 لجيل 15 تصل الآن إلى 41%، فلذلك لا يمكن ربط نسبة التطعيمات بالتعليم إذا كان وجاهي وإذا كان تعليم عن بعد. نحن نعلم بأن كانت هناك من 1/9 لحد الآن أو لحد العطلة عطلة الشتاء قبل ما الخروج لعطلة الشتاء كانت متبعة منظومة الصف الأخضر ومنظومة حماية التربية. أعتقد هذه المنظومة هي منظومة أفضل أن تكون سارية في المدارس، أولا نضمن صحة وسلامة الطلاب من داخل المدارس، ونكون على ترقب إذا كانت هناك إصابة داخل المدارس أن إخراج الطالب للحجر الصحي، واستمرار الفحوصات الدورية للطلاب الصف إذا كانوا بمقربة من الطالب. أعتقد هذه المنظومة كانت فعالة من 1/9 لحد عطلة الشتاء. نعم، أعتقد أن هذه أفضل منظومة موجودة، وبالموازاة ممكن أن نقوم بحملات لتوعية ورفع نسبة التطعيمات، ولكن لا يمكن ربط افتتاح المدارس أو التعليم الوجاهي بنسبة التطعيمات، بما أنه نسبة التطعيمات عندنا هي منخفضة جدا. نعم، وأعتقد بأنكم الآن يعني تصبون جم جهودكم ويعني تركيزكم على سد الفجوة التي خلفتها الإغلاقات والتعلم وفترة التعلم البعد يعني في الموجة الأولى والثانية والثالثة من كورونا، ويعني لا تودون العودة إلى الكابوس، كابوس التعلم عن بعد وما خلفه من فجوات وخسارة تعليمية للطلاب العرب.
صحيح صحيح. يعني هي إحدى التحديات الموجودة أمامنا اليوم لدى المدارس. أولا نحن لا نريد أن نعود إلى منظومة التعلم عن بعد. ثانيا إحنا بدنا التعليم الوجاهي أن يستمر بشكل نظامي وليس إدخال الطلاب والأهل لبلبلة وحالة نفسية غير ثابتة، وأن تعمل كل الفئات الهيئات التدريسية على الأقل لسد الفجوة التي تركتها هذه الجائحة. يعني نحن نعلم بأن هناك فوارق كبيرة وهناك نسبة متدنية من المعلومات التي يجب على الطلاب أن تكون لديهم في أجيالهم. يعني نحن نرى هناك الكثير من الطلاب من الجيل بصف أول ثاني ثالث حتى الآن لديهم مشكلة حتى القراءة والكتابة، وهي أشياء أساسية وابتدائية وهي الأساس لتعليمهم لاحقا. ونرى كذلك التحصيلات في الثانويات بأن هناك كان عندهم نقص الكثير من المواد. هذا أدخل الطلاب وبالذات يعني الطلاب الإعداديات. يعني نعلم أن طلاب الإعداديات هي أكثر فئة تضررت في السنة السابقة، على أساس أنه أكثر فئة إعداديات لم تتعلم بشكل وجاهي إلا معظم نعم. التعليم عندهم عن بعد. نعم بالفعل نأمل أن يتم سد هذه الفجوات، وأن يعني لا يضطر طلابنا للعودة للتعلم عن بعد وخسارة المزيد من المواد التعليمية. أود أن أشكرك جزيل الشكر المحامي نديم مصري، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، شكرا جزيلا لك.